أن نفتتح المؤتمر الخامس عشر للجمعية العربية لأمراض وزراعة الكلى. أنس اليوسف، رئيس رابطة الأمراض الكلى بالكويت. الحضور الكرام، يطيب لي أن أرحب بكم جميعاً في مؤتمر الجمعية العربية لأمراض وزراعة الكلى الذي يسعد وزارة الصحة بدولة الكويت أن تستضيفه، بما كان يضمه من نخبة من الخبرات المتميزة التي كانت لها. وهذا بالطبع يتيح لنا ما تفضل به معالي الوزير